معنا في قضية رأي عام، ما زلنا نحكيه على وضعية الحجيج اللي مشي وخارج البعثة الرسمية. كان معنا مراسلنا من بنقردي نحكي على وضعية الأهالي يستنوا أخبار على حجيج مفقودين. يقول الحكاية أنه جاوهم ناس قدموا رواحهم على أساس وسطة يخدموا مع وكالات أسفار واعطوهم برنامج كامل لعمرة ثم لحج بما قيمته 10,000 دينار تونسية. فنمشي مباشرة لسيلياس بن عثمان رئيس لجنة الحج والعمرة في الجامعة التونسية لوكالات الأسفار. صباح النور سيلياس ومرحبا. صباح الخير ليليا ومرحبا بيك وكل الإذاعة الوطنية وبمستمعي. مرحبا بيك، أكيد تتبعوا في الجدل اللي صار هذايا الكل. نبدأ بنقطة حجيج بن قردين، تعاملوا مع وسطة، الوسطة هذوما جابوا لهم التأشيرة عن طريق وكالات أسفار معتمدة، شنو تعليقك؟ والله مردود عليهم الإنسان اللي احنا نعرفوه من احنا ما عندناش الوكالات الأسفار اللي تخدم، ما عندناش حقنا باش تخدم الحج الموازي هذا. وإذا يحكيوا بالطريقة هذه احنا من إن شاء الله ربي يرجع حجيج هذا، وإذا كل ما قام بخطأ يتحمل مسؤوليته. نعم. هذا اللي نجم نقول لك عليه. أما نعم. أني باش نجم توا نقول لك على حاجة وما عندناش علم بالطريقة هذه، لأنه نعرف إن احنا ما عندناش وكالة أسفار تخدم الحج الموازي، وإلا الطريقة اللي هذه مشاو بها الناس بالطريقة هذه. نعرف اللي هالتأشيرة هذا مركز موجود في ذاك وفي البحيرة واحد، ويتقدم له أي إنسان ينجم ياخذ تأشيرة سياحية. يعني مش مطالب أنه يمر عبر وكالة أسفار، تقول أنت نجم يكون فما حجاج خذاه والتأشيرة وحدهم حدهم بالطبع. هذا أنا أقول لك حاجة، مركز هذا يمشي عندي فيديو فماش لا وكالة أسفار ولا مجموعات ولا رؤساء، هذم اللي يفركسوا في الماء العكر. أكيد أنه باش تظهر برشا أشياء. نعم، نحبوا نفهموا احنا اليوم ونسمع وجهات النظر، مانيش في الماء العكر، فسر لنا. دونك قلت راهو فما حجيج يمشيوا بشكل فردي ياخذوا الفيزا ويدخلوا للسعودية. بالطبع هذا اللي صاير وهذا اللي نعرفوه وهذا اللي عندنا بيه. بالنسبة لوكالات الأسفار اللي تخدم العمرة اللي انتم تعرفوا بعضكم أكيد تعرفوا بعضكم في السوق، فماشي حجيج اللي خرجوا في شهر ماي ولا في شهر أفريل، هل تواريخ العودة محددة ولا ينجم يقعد ما إنها الفيزا وليت صالحة لمدة سنة مع عدم تجاوز 90 يوم إقامة؟ فماشي معلومات إنه هو مشي مع الوكالة ثم فضل إنه كم اللي يقعد موجودين الحالات هذوما؟ شوف نقول لك حاجه، نعم، تأشيرة العمرة من المؤكد ونقول لك 100% انه ما يقدرش يدخل بها الى المملكة العربية السعودية. نعم. لانه لو خالف اللوائح والقوانين نتاع العقود نتاع العمرة حينيا، الوكيل السعودي والوكيل اللي هو الوكيل التونسي يعرفوا لهذا متخلف في اللحظه والزمان، اوتوماتيكمون ينجموا يعرفوه. اما انه باش يمشي عن طريق تاشيره سياحه او تاشيره شخصيه او تاشيره رجل اعمال او تاشيره عائليه، هذا كله ما نعرفوهش، ما عندناش فيه علم، لانه هذا متعدد الدخول لسنه. إنه مش نعرف النية نتاع الإنسان اللي باش يجيني ما يقوم من عندي تذكرة، وأنا وين نعرف هل يجيني يقوم من عندي تذكرة ويأخذ من عند بعض الطيران اللي معانا، إنه هو يتصل بالقطرية، يتصل بالمصرية، يتصل بالأردنية، يتصل بالتونسية، يتصل بالخطوط السعودية، هذا كله متاح باش ينجم ياخذ تذكرة. نعم. ياخذها في شهر ماي، ياخذها في شهر حتى آخر أبريل، ويتجه مباشرة ويجي في شهر آخر شهر جوان ولا جويلية. يعني بالنسبة لكم انتوما الوكالات اللي تخدموا في الحج والعمرة ما عندكمش حالات متاع حجيج مشاو معاكم للعمرة رجعوا في نفس الرحلات المنظمة، هذا مؤكد بالنسبة لكم؟ هذا مؤكد، ما فيش حتى كلام. آخر عمرة تأكدت في تونس أنه لازم دخولهم إلى التراب التونسي يكون آخر 25 أو 24 ماي
وهذا من أكثر أغلبية نعم. الناس روحت ما عندهاش حتى إشكال. واضح. فما أرقام اليوم نتكلم ونعرف اللي أكيد عندك معلومات بحكم علاقاتكم مع المنظمين في السعودية، خدمتكم في المجال هذية لسنوات وخبرة سنوات، فما حديث عن آلاف التأشيرات اللي خرجت في شهر مي وحده، صحيح الرقم هذا؟ هذايا شوف هم راهو العملية يزمك تفهم المبدأ في الشيء. أن المملكة العربية السعودية هي حبت أنه فما افتتاح كبير على أنه الناس وقت ما عادش بتقيدة بالعمرة، لأنه تعرف العمرة فيها برنامج، وبرنامج محدد في نقل في سكن مكة سكن مدينة، وأغلبية الناس تتجابش أنه يبدأ مقطر يبدأ محيط يبدأ كل شيء. يقول لك هذايا توا العهد هذا يبدا يتطور. شنو معناتها المملكة العربية السعودية تحبك تكون انت متواجد على اساس انه باش تكون ممكن غدوه عندك انت زياره عائليه وحدك وتقعد تمشي العمره. وزاد ثاني فما تطور كبير انك غدوه المملكه تطمح ان اليوم يدخلوا لها ملايين من الناس، مش باش يجي برك العمره وباش يمشي كذا، اما باش يمشي باش ينجم يقضي اموره، ينجم يكون عنده تجار رجل اعمال سياحيه ويخرج ويرى جميع انحاء المملكه باللي موجود توا من تطور قوه في المنظومه السياحيه وفي المنظومه الثقافيه والمنظومه الرياضيه. نعم. وفي بعيد من المنظومات اللي تعرفها. إلياس بن عثمان، نعم، في تحديد المسؤوليات اليوم كيفاش تتحدد المسؤوليه للحجيج ربي يرحمهم، للضايعين، للناس اللي دفعت فلوسها ووصلت وما اديتش فريضه الحج، من يتحمل هذه المسؤوليه؟ الوسطاء، تنظيم المساله، الناس اللي هي اختارت عن توعية انها تثق في المتحايلين هذوما بين ظفرين اللي وعدوهم واخذوا فلوسهم ولقوا رواحهم في وضعيات غير قانونيه، شنو تعليقك؟ شوف قليل يا راهو فما ناس عملت جون بروفيتي زعما اكيد انه خذوا السيتياسيون ولقوا انه الوضعيه متاحه لانه الناس هذه تعرف مشتاقه. فما ناس اللي عندها قداش ما مشاتش في القرعه، فما ناس اللي هي جاوا زاد عملوا لهم كما تقول مكياج للعمليه. وهذا راهو اسمعني كل حد يتحمل مسؤوليته. اللي سرق باش تقول له راك سارق، لكن نعم. مالوريزمون فما العديد والعديد من لي راباتور من السماسرة اللي هذوما ايزون بروفيتي دو سا، خذاو هذايا العمليه متاكدين منها هذايا موجود وموجود وما تقولش لا. هذوما سماسرة على مستوى تونس هكاهو والا عابرين للدول؟ لانه الحاله لا تكررت في مصر، في تونسيا، في الاردن، في ايران، لانه الحجاج غير اللي دخلوا بطريقه غير رسميه كان عددهم اكثر من اللي دخلوا بطريقه قانونيه اليوم. شنو الحجاج؟ انا نقول لك فما 4 ملايين زايدين على الحجاج اللي قد مرتين على الحج اللي موجود. الشيء اللي توا تواجد سناه شيء خيال، لانه هذايا الناس عملوا التجربه، لانه بدات التاشيره هذايا في 2023. نعم. وقت بدات فما بعض الناس اللي هكا حاولوا انه عملوا مشات مثلا بعض من التوانسه متواجدين غادي يمكن ما كانش الرقم كبير بالشكل هذايا. 3000 يمكن هكا 3000 واحد 2500 واحد. يعني سنة عندك معلومات انهم 4 ملايين من كل الدول الاسلاميه كانوا موجودين خارج البعثات الرسميه. على الشيء اللي شفناه وعلى الزحمه اللي ريناها وعلى الوضعيه بالتجربه اللي انا عشتها في العديد من السنوات، هذا انه حجم اقلش من 6 مليون موجود غاديك السنه. اقلش. ثاني شيء الناس اللي تخدم بالطريقه هذه ما عندك ما قلت لك ناس. شنو الحل سياس بن عثمان وانت رئيس لجنه الحج والعمره في الجامعه التونسيه لوكالات الاسفار باش هالمساله هذه ما تتكررش على الاقل؟ احنا نبهنا لكن شوف هذا الحل مشكل في ان تكون الحل هو ربط بين الدول، وحتى هذا تتصور ان المملكه العربيه السعوديه باش ياخذ موقف اكيد فترجع فما مع قاعدة تدور المعلومات توا فما العديد والعديد باش يرجعوا للناس اللي قاموا بالشيء هذايا وباش يلقاوا الناس المخالفين ويعرفوا اللي كل شخص دخل المملكة عن طريق شكون وعن كيفاش شكون. دونك اليوم هذايا فما محور كبير باش يتحل فيه برشا 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 اشياء. دونك اليوم احنا نقولوا كيفاش زاد المواطن يجب يكون واعي. سمعني انا نعطيك تاشيره مثلا شنغان، نقول لك اختي لي امشي لفرنسا، نقول لك باش تخدم غادي. باش تخدم انت ماشيه بتاشيره
نعم، ونقول لك جرت العادة، عم ناول ولد عمي ومشى جاري مشى ولد عمي ودخل العقلية هذه، تعرف اللي هي موجودة على الأقل. لا لا، أنا نعرف اللي يشوف الإنسان اللي يحب يحافظ على روحه يزاد يحافظ على قوانين الدول اللي تمشي لها. نعم، وانتي عندي يلزمك تطبق قوانين الدول هذه. تسمم كهرباء السعودية أعلنت وقالت نعم، وقالت راهو الناس هذوما راهو مخالفين ولا نعم، لكن تاريخ الإعلان وقتها هما ديجا موجودين وبالآلاف. لا لا اسمعني نعم أختي، أنا نعطيك حاجة مش من غلطكش. نعم، التأشيرة هذه تأشيرة إلكترونية، أما اللي ما يقراش مليح موجود لا يرخص له للحج. واضح نعم. وقت تاخذ تاشيره من نهار الاول، انت خذيتها في ديسمبر ولا خذيتها في جانفي ولا في فيفري، يعني الحجاج وعائلاتهم وابنائهم اللي يقرا التاشيره هذه يعرف اللي هو في وضعيه مخالفه. شكرا سيريس بن عثمان، بارك الله فيك، رئيس لجنه الحج والعمره في الجامعه التونسيه لوكالات الاسفار. انا نحب ننوه اللي البعثه الرسميه التونسيه قالت اللي هي قاعده تقدم في المساعده على حد السواء لكل الحجاج التوانسه اللي تابعين البعثه الرسميه واللي جاوا بطريقه غير قانونيه، اللي هي خدمات الإيواء والعناية الطبية والإعاشة بغض النظر عن طريقة قدومهم إلى السعودية. ونزيد نسمع دكتور حماد السوسي. تقريبا أكثر من 60% من الحجاج البان هبطوا من الميناء إلى الفنادق اللي موجودة توا في مكة. ثم شوية تعب، ثم شوية إرهاق، ثم شوية قلة نوم، ثم جاوا في العمرة. لكن هما بالنسبة لنا احنا توانسة وبالنسبة لنا احنا يلزمهم ناخذوهم بعين الاعتبار ونداويوهم. على ذاك قاعدين نحن ندوروا توا في المستشفيات باش نشوفوا شكون اللي غادي. لكن العدد بتاعنا العدد الكل ما نعرفوش، العدد بتاعهم ماهوش كبير. في مكة المكرمة كلهم عندنا كان ثلاثة حجاج مازالوا منومين، لكن الحالة نتاعهم ماهيش كبيرة بالكل، حالة مستقرة وإن شاء الله من هنا الوقت المراح نتاعهم يروحوا ولا يمشيوا المدينة. بالنسبة للآخرين اللي غير المنظومة هذوكم كاع ما نعرفوش العدد نتاعهم، لكن احنا قاعدين كل يوم نعاودوا نفرشوا كل عام معانا نشوفوا. حاليا قاعد يتم التنسيق بين البعثة الصحية التونسية، القنصلية التونسية في جدة، السلطات السعودية. أيضا فما برشا متطوعين من شباب التوانسة اللي موجودين في السعودية قاعدين يمشيوا للمستشفيات في مكة يحاولوا يحصروا عدد الضايعين، عدد المقيمين في المستشفيات، يصوروهم، يهبطوا الفيديوهات، يعطيهم الصحة خاصة المتطوعين والجمعيات اللي تخدم في النقطة هذه. تعرفوا موسم الحج السنة كان فما ارتفاع لدرجات الحرارة، درجات قصوى من الحرارة، فبرشا جنسيات موجودة والكلهم كانوا فوق العدد الرسمي. فما شهادة نحب نسمعها قبل ما نختم هذا الملف، شهادة لحاج تونسي كان ضمن البعثة الرسمية، احنا سألناه على ظروف الإقامة وظروف الإعاشة وشنو حكي كما سمعنا الوضعية خارج البعثة الرسمية. باش نسمعوا الوضعية على لسان حاج من داخل البعثة الرسمية. صورة عامة على الفترة تاع الحج بالنسبة للعرفة، دخلنا للمخيمات نبوا علينا المرافقين باش ما نخرجوش نمشيو للجبل الرحمة خاطر الدنيا سخونة ياسر. قعدنا في المخيم، المكيف موجود، الخدمات باهية، بقينا حاجة واحدة الاكتظاظ، معناها الخيمة كاملة فيها برشا عباد. بالنسبة للخروج وقت النفرة هذيك أصعب فترة، هو يوم عرفة يوم عظيم، معناها بعد الابتهالات وبعد الدعاء وبعد المغرب الناس الكل يلزمها تخرج فرد وقت، مئات الآلاف يخرجوا فرد وقت، معناها آلاف الحافلات في جرت بعضهم ما تنجمش تمشي بالكل، الناس كلها تركب في الحافلات. لكن ثم الوفد التونسي دهين بينا، لكن احنا اش تعرف انت الناس كلها تجري من جميع الدول على بعضها في الشارع باش اللي ياخذوا الكيران، احنا نتبعوا العلم التونسي رغم اللي هي ثم الاضواء الكاشفه ما هيش قويه برشا ما تراش بها، اما لكن كي تسرع انت تشوف كل شيء. لكن ثم ناس كبار في السن برشا من 70 الفوق 80 75 كبار ما نجموش يتجروا ما نجموش يمشيوا ما يلحقوش. والحمد لله احنا المخيم تاعنا الكل كخذ الكيران، لكن المشي ببطء خاطر اكتظاظ الحافلات ياسر، يوقع الازدحام في الطريق، هما 7 و8 كيلومتر معناها انت تمشيهم في سوايع، وقت اللي انسان يمشي على سقيه يوصل قبل الكار. في مزدلفة وقت اللي تراكي الكار بجنب الكياس الناس تهبط، كل واحد يمشي يقضي حاجته باش يصليوا المغرب والعشاء ويلمد الحصيات اللي ماشي نرجموا بهم، يجيك الأمن يبعدها هيك الحافلة. هو الأمن عنده حق، إذا كان هي كياس باللي ماشي يكون واسع، الحافلات هذوما راهم في جرت بعضهم، تلقاهم 5 و6 صفوف بجنب بعضهم الكيران على طول ثنية كاملة. ولذا
اللي هبط وما يلحقش الكار بطبيعة ماشي ضيع. أنا بنفسي ضغط، أنا هبط من الحافلة، مشيت توضيت، رجعت ما لقيتش الحافلة، هاي جريت حتى لين لقيت العلامة التونسي واقف والحافلة، خذيت نومروها وخذيت النومرو الباثة بالكبير مكتوبة في البلار متاع الكربة بالأحمر، عرفت الكار وقت اللي شفت العلامة وليت نلوج على الكار حتى لين لقيت هالكار. معناها هذه شيء طبيعي، راهو الحج هذا راهو جهاد وراهو يوم عظيم، يوم عرفة ومزدلفة حتى لين توصل للمخيم تاعك في ميناء. صحيح احنا وصلنا بكري قرابة الساعتين متاع الليل للمخيم، الكار وصلتنا قدام المخيم، اما صارت الستة كل شيء تسكر، ما عادش حتى حافلة نجم تدخل للمخيمات، يزم تهبط قبل المخيمات باربع كيلومتر، يزم المشي على السقيل، المسافات بعيدة على بعضها، رام الجمرات اللي ماشي يجي من مزدلفة يزمو يهبط اربع كيلومتر التالي، المسافات بعيدة، لكن الخدمات راهي باهية، المرافقين يخدموا بالله، طبيب هذا صبرويطة ويفرق في الماكلة، العمال متاع المخيم الثلج هذايا شكاير، والجلاسيارات البرة كل ربع ساعة يعبي لك الجلاسيار، وفريجدارات البرة بلاية بالمية. أنا ما سمحت شيء ناقص. صحيح الماكلة ما هيش بالكيفية اللي نحبوها إحنا، لكن الماكلة هيك يا أخويا، أنت طيب لك العشرة ألف واحد بطبيعة ما هيش مش تجي بالكيفية اللي حاجتك بها أنت. وال معناها الناس كبار ياسر، الناس كبار ياسر، كبار برشا من 70 الفوق، برشا 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 شباب وبرشا ناس كبار، والناس اللي ضاعت راهي الناس كلها كبار، وسام شكون راهو لاهي بيهم، راهم مرافقين يلوجوا عليهم، خاطر ما عندهمش ارقام، ما همش مسجلين ارقام عند المرافقين، ما همش مسجلين ارقامهم عند زملائهم، يعمل رقم هو نتاع هاتف لكن ما يعطيش للزملاء، منين مش يلوجوا عليه؟ كيفاش مش يعرفوه؟ حتى المرافقين ما عندهمش ارقامهم، والحمد لله كملنا الحجة والحمد لله لاباس، بقينا المسافات، المسافات بعيدة وتاكسيات غالية، أسعار مشطة 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 ياسر، تمشي تاع زوج ثلاثة أربع كيلومتر يقل لك 500 ريال، أنا 500 ريال بالتونسي ايه. باش تمشي أنت من مكة الميناء باش تعمل طواف وترجع يزمك بيت في ميناء يزمك تدفع 500 دينار تاكسي، أنتم أربعة من الناس والسواق هذول كلهم أجانب ماهماش سعوديين، الطواف الطواف باش يطوف بيه بالكرسي، رجل كبير يطوف بيه بالكرسي ب 400 دينار، باش يعمل بيه 7 دورات الكعبة ب 400 دينار، 400 ريال معناها، أرخص واحد لقيناه 300 ريال، أرخص واحد هذا درنا أرخص واحد 300 ريال باش يدور بيه 7 دورات بالكعبة ويخرجوا، معناها العباد في هذه يا خويا عندهم حق، أسعار مشطة مشطة ياسر هنايا، هذه صورة عامة فهمتي على الوضع اللي هنا متاع الحجيج. ان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور يا حاج. هذا الحاج توصلنا معاه من ولايه صفاقس وقال راني انا توا حاج بتربي باش نقول كل شيء بصدق، وطبعا قلنا له تقول كل شيء كما شفتوا، قال التاكسيات غاليه، الماكله ما كانتش في المستوى اللي ينتظروه، ولكن هو يعذر هذا يقول بحكم العدد الكبير من الناس اللي قاعدين يطيبوا لهم الالاف في البعثه التونسيه، حكى زاد على المرافقين قال عاملين مجهود كبير باش يعاونونا، هذه شهاده حق من الحاج اللي توصلنا معاه من صفاقس هو وعائلته امشي، وان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور. شكرا لكل من نجمنا نتواصلوا معاه باش ناخذوا منه الشهادات في هذا السياق. احنا بعد لطفي بوشناق باش نخليكم مع فقره تقريب من القلب اللي تدخل لارياف تونس، واليوم باش تهزنا لسليانه لمنطقه الكريفات تحديدا.